In April 1990, Hubble Space Telescope has discovered a planet that until this moment threatens the existence of the whole world, called Kawkab Oozy. سبق فضائي جديد مع اكتشاف كوكب توأم للأرض خارج المنظومة الشمسية. إذ يحتوي على مياه سائلة، كما أنه متوسط الحجم. لا نعلم بالضبط ما إذا كان يحتوي سطح الكوكب على مياه، وما هي نوعية الغلاف الجوي الخاص به. ترى أوزي هذا أصلاً تعني مشية الفروجة. هل هي كوكب أوزي؟ كل اربع وخميس وجمعه مع امجد الشرقاوي على ميجا اف ام.